السلام عليكم الأخوة الكرام، هذا المقطع مكمل للحلقة 18 من رحلة اليقين والمعنونة بالعجيبة التي لا تكاد تصدق طول المادة الوراثية في جسمك. الهدف من مقطعنا هذا هو زيادة التوثيق للمعلومات الغريبة الواردة هناك. كيف وصلت الأبحاث إلى هذا الرقم المهول؟ 20 مليار كيلومتر من المادة الوراثية في جسمك. ذكرنا الدراسة المنشورة عام 2013 في مجلة Annals of Human Biology، والتي لخصت تقديرات 30 كتابا ودراسة سابقة لعدد خلايا الجسم. تلاحظون أن التقديرات متفاوتة جدا، من 10^12 خلية يعني تريليون إلى 10,000 تريليون. طيب الاختلاف كبير، نريد رقما أكثر تحديدا. تمام، لذلك في دراسة 2013 أجرت أيضا استقصاء لعشرات الدراسات الأخرى أيضا لتقدير عدد الخلايا في كل عضو من أعضاء الجسم كما في هذا الجدول. وهنا عندنا الانحراف المعياري يعني بلس ماينس عن العدد. جمعت دراسة 2013 هذه الأعداد كلها فاستنتجت أن عدد خلايا جسم الإنسان حوالي 37.2 تريليون، وهو أقرب إلى التقديرات المتواضعة نسبيا لعدد خلايا الجسم. طيب كيف حسبوا طول المادة الوراثية في الخلية الواحدة؟ الحساب هنا سهل نسبيا، طول البيز بير وهو الوحدة الصغرى المكونة للمادة الوراثية ضرب عدد البيز بيرز، والنتيجة هي 2 متر، وهو رقم متفق عليه إلى حد كبير بين الدراسات، أقل بقليل أو أكثر بقليل كما في الجدول الذي عرضناه من موسوعة The Physics Factbook وكما في كتاب Molecular Biology of the Cell. ذكرت في الحلقة أن هناك مواقع تذكر تقديرات أعلى مثل Citable، ولم أجد أي مرجع آخر يعطي حسابات تصل إلى نتيجة أقل. قد يقول قائل بل هناك مراجع تتكلم عن طول الأقل، والجواب أنه ليس أي من هذه المواقع يذكر حساباته التي على أساسها وصل إلى هذه النتيجة. أريد التأكيد على أن الطول الحقيقي قد يكون أكثر من 20 مليار كيلومتر، خاصة وأن بعض الخلايا في الجسم أوكتابلويد أو تتراploid يعني فيها أكثر من نسخة من المادة الوراثية، كما أن مولدات الطاقة في الخلية ميتوكوندريا فيها مادة وراثية أيضا، وهذه لم تؤخذ في الحسابات. هذه المادة الوراثية إخواني مرتبة بطريقة عجيبة كما في الأنوية، كما لو نظرنا لها من مسقط رأسي. هذا خيط المادة الوراثية ملفوفا حول الهستونات. فسبحان الله رب العالمين، هذا أفضل ما أمكنني من توثيق، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.